بتفرقش عادي انه عم ندرس بس إيه؟ يعني ما احنا ما عم نعمل شيء حاليا عملنا لو خبرهم شو عنا اليوم عنا استاج بالجامعة فنازلين انا وآيا يا ما عرفتكم هاي آيا فنازلين عنا استاج اليوم بعد الاستاج رح نقعد ندرس لانه عنا 3 فاينلز 3 عبكرة 3 فنحنا مثل ما بتعرفوا كتير دريسة اوكي سو الاكزامز اللي عنا اياهم لعبكرة هن عنا سايكوموتريسيتي بيدياتريكس سايكوثيرابي مثل ما بعرف نحن كتير مطلعين على الموضوع ونعرف شو عنا فحوصات فيديو على التليفون هلا جايز وصلنا على الجامعة عم نمشي بنص الطريق زي taking out precautions وحاطين الماسك ما عاد في اتنفس اوكي حاليا انا وآية عم نطلع 27 طابق عم نطلع تقريبا صح بدي اتنفس عم نطلع لك شكلي عم نطلع كثير طوابق حاملين بيت شغله بس يلا مالي جايز نحن خلصنا ستاج وجامعة تشاو وهلا رايحين نجيب المروحة هي الاي سي فك الاي سي نرجع فك الاي سي وشو انا عم نتغدى يلا حضروا الفلوج لتشوفوا شو عايز هلا جبنا المروحة حبيت تقول شي للفلوج انا شعرتي كثير مشاعر على فكره يا دي عانى الصبح اللي قعدت يمكن نص ساعه يمكن هيك سمعته اوه هذا ليس اذا حضرتوا الفلوج اللي قبل بحب اقول لكم شيء واحد جورج خبيت جورج خبيت اذا ما حضرتوا ما حضروا بتعرفوا شو قصدي هي ما حضرت ما طلعت لهم هي طلعت شو خلونا ناكل رح ندرس ورح نسأل
جايز نحن هلا عم نتغدى. جايز اذا بدكم تعملوا فولو لايا الانستا تبعتها الانستا لايا بالدسكربشن تعملوا لها فولو لانه عن جد. جايز نحن وصلنا على الفويل عندي وهلا حتكون عم ندرس لحتى نخلص درس. نحن مش نعسانين حتى نخلص حتى نخلص درس ونرجع نروح نسهر. ولبسنا وهيك ولا لا خبرناهم بشرناهم خبر هالخبرية. قبل ما نروح نسهر يعني قررنا قرار كتير قوي خبريهم قررنا نتعشى عند ماكدو. معنا رح نتعشى يعني ما بعرف ليه بس قررنا نروح نتعشى عند ماكدو فبتمنى تكونوا عم تدعموني بهالقرار. ماكدو بليز سبونسر جايز. جايز نحن نسينا نقلكم انه عطونا صينية هاي جايز نحن عم نعتذر كأن نسينا نصور آية امبارح بس رجعنا نمنا معينا على الستة نحن جبنا تربيقة هنا على الستة ليش انكذب تاتيانا صح مزبوط ستة ونص عم ندرس عنا فحص بيجا عنا صف من بعض الفحص ما بعرف ليه مكأبين خلينا نتحمس ان شاء الله هلا نحن بس نصير جوا يعني بنصور كم شغلة اذا قدرنا اذا ما قدرنا هم ما قدرنا جايز خلصنا 3 فاينلز لليوم ما عرفتكم هيدي بيرلا هيك وانا شو عم بيشتغل انستغرام تحت اذا بدكم تشوفوا هيدي ماي بيست فريند رنا بيست فريند اريا. شو كنا عم نقول؟ خلصنا الثري اكزامز اللي انا وايا كنا عم ندرسهم كل الوقت اللي انتم شفتونا فيه عملنا ديبيتبل جايز جست تاخرت بالامتحان. هاي انا ببرك تاتيانا عن جد بنشبه بعض بيقولوا لنا بنشبه بعض بنشبه بعض هلا قلنا من امبارح عم نصور نحن لازم نكون سوشيال ديستانس جايز خلصنا الصفوف لليوم باي ام داينينج باي وهي بيرنا فخلصنا ورح يروح كل حدا على بيته طبعا سوشيال ديستانسينج شوي ايه جايز نحن سوشيال ديستانس انا رايحه على بيتي ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهالفلوج كثير حلو كتير مصمر تعال دكتي ايه انا هي انا مش وانا بي حبيبتي انا بلوجر 101 run week later نحن نسينا نصور الاوترو هذيك الجمعه عم نصورها هلا فاذا حبيتوا هذا الفيديو طبعا انا وايا حط لايك للفيديو وسبسكرايب وتيرن اون بوست نوتيفيكيشنز وما تنسوا تعملوا لي فولو على ماي انستغرام وفيسبوك وتيك توك بعد في شيء مش مفروض هو بدي اعطيك باي باي سبت بتمنى تكونوا حبيتوا بشوفكم بالفيديو الجاي باي.